ذهاب عبد الرزاق حمد الله عن الفريق الميدان لزيدون. زيدون كيبحث على ابراهيمان ديون. زيدون يغير اتجاه الكره ولكن فقد لأوحاج. هشام زكريا الان لعادل الشاذلي. محاولة خطيرة وتدخل جيد للترابي. عادل الشاذلي خطيرة المحاولة. فريق ينتظر تعثر الفريق الاخر وينتظر احدى الاخطاء في مربع العملية لتسجيل الهدف. انذاك ابراهيم ديون الواد يسدد والهاشمي يسير الصحي. محسن متولي خطيرة المحاولة. الهاشمي خطيرة. الدقيقة 38 دائما صفر لمثله في مباراة مساحة فريق اولمبيك الاسفي لان هناك بعض الرياح. تعود مرة اخرى تدخل جيد لهاشمي زكريا. تعود جيد محاولة خطيرة. محسن ياجور والبحث عن ضغط. اذا هجمة منسقة الان فريق الرجاء البيضاء هو ضغط كبير. ضغط كبير تسديدة الان. هشامي زكريا الان تعود. وحسين متولي ينتظر المساندة. هو سيد القرار الاول والاخير. ان تعود مرة اخرى هشامي زكريا. محاولة الان. محاولة خطيرة هذه المحاولة في اتجاه اللاعب الهاشمي السكري. قام كذلك بلقاء جيد. عادل شادي للبسغودي. ابراهيم انديون الهاشمي زكريا. سنتابع 10 دقائق من نار. البسغودي وتدخل الهاشمي السكري. قام بمقابلة جيدة. الهاشمي السكري قام بلقاء جيد لكن اليد الواحدة لا تصفق.